عبد الرحمن دسوقي، متوقع اشتهر جدا جدا بموت، ارتبط اسمه بموت مصطفى درويش. اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك. دخل اسم المتوقعين، متوقع جديد اشتهر جدا جدا، بل اكثر باقي المتوقعين حاليا في الفترة دي، يعني بسبب موت مصطفى درويش وانه توقع بوفاته. عبد الرحمن دسوقي اسمه، بقى من اشهر المتوقعين وارتبط اسمه بموت مصطفى درويش. تنبأ في يوم رأس السنة برضو ان هيموت فنان شاب، وهيموت بيقول حسب توقعاته ان هيموت في اخر العام 2023، اكبر فنان في السن في مصر. احنا عارفين طبعا هو كده بيلمح على مين، ربنا يعني يجعل كل من عايش يعيش في امان وسلام. العمر ما بيتعدش بالايام، العمر بيتعد بان احنا عايشينه ازاي، ان احنا عايشينه في رضا ربنا، في ان احنا عايشينه ان احنا بنعبد الله حسن عبادته، يعني العمر بيتحسب بكده. مصطفى درويش طبعا كان في الفترة الأخيرة دي لما جات له كورونا في 2020، يعني يعتبر التزم بحياته دينيا جدا جدا، وبدأ حياته تتغير واتقى الله وعاش باقي عمره اللي هم ما كملوش يعني سنتين وكم شهر بعد كده، عاشهم في الخير في الله، في عدم نميمة، في التقرب من الله، في توزيع صدقات وجبات، لأنه طبعا كان فاتح مطعم وكان بيتصدق بكل ما يقدر من مال. المهم موضوعنا ان هو عبد الرحمن دسوقي ده متوقع جديد، بيقول انه عالم ديني او شيخ من الازهر، وعنده علم التوقعات، وبيقول ان ده علم، وفي ناس بتتوقع حاجات وحاجات بتحصل، فهو عنده العلم وعنده حاسة التوقع مع بعض، وبيتوقع بموت فنانة ايضا شهيرة هتكون في اخر 2023، كبيرة في السن وشهيرة، وتوقع بموت الفنان اللي بيقول عليه في اخر السنة، بيقول ان في اخر السنة دي 2023 هيموت 3 فنانين في مصر تانيين غير مصطفى درويش، وفي مصر مصريين يعني. زي ما بيقول انا توقعت بموت ممثل شاب في ليلة رأس السنة وكنت عارف هو مين، وطبعا هو ما قالش الاسم الا بعد ما توفى مصطفى درويش. كلنا مش هنهرب ابدا من الموت، وكلنا عارفين دي الحقيقة الوحيدة، لكن هو بيتوقع توقعات تانية لمصر، بان زي ما توقع يعني فلكيين وعلماء شهيرين ومتوقعين كبار ان في مصر هيكون فيها السنة دي زلزال مدمر. هو حصل زلازل شديدة في مصر زي الغردقة، زي الزلزال اللي كان لسه الاسبوع الماضي في القاهرة، زلازل كبيرة وبيشعر بيها السكان وبيبقى ليها بعض الأضرار، زي زلزال الغردقة عمل أضرار والبحر الأحمر، وزي برضو ما حصل هبوط أرضي في مطروح، وحصل عدة حاجات أرضية غريبة بسبب الزلازل في مصر، ممكن الكل مش مركز معاه ولكن هي حصلت. لكن هو بيقول إن الزلازل والعياذ بالله المدمرة إن شاء الله مش هتكون من نصيب مصر في الفترة اللي احنا فيها 2023 و2024، بيقول السنتين دول بإذن الله لن يحدث فيهم شيء سيء لمصر، بل بالعكس هتكون أمان وسلام بإذن الله. وكمان بيقول إن الأسعار بعد منتصف العام اللي احنا فيه هتبقى كويسة نوعا ما، وبالعكس الأسعار هتبقى كويسة. وبيقول عن المعيشة غير بقى الأسعار، إن المعيشة في مصر هتكون كويسة جدا، يعني من ناحية الأمان والسلام، وهتبقى فترة كويسة للمعيشة. لكن الأسعار طبعا الأسعار بتقابل في مصر أو على العالم كله، بالذات في مصر غلاء فاحش ومش في متناول أيدي الجميع أصبحت. فبيقول إن الموضوع هيتظبط بعد النصف العام اللي احنا فيه، اهو احنا دلوقتي في 5
هو كلامه بيقول على شهر 7 و8 هتبدأ الأحوال تتصلح اقتصاديا في مصر، ويتم السيطرة على الأسعار نوعا ما. وبيقول كمان إن الدولار مش هيفضل عالي كده، كل شيء وله وقته، فبيقول إن الدولار هينزل تاني حسب كلامه حسب توقعاته، مش هيفضل في صعود مستمر، يا هيثبت يا إما هيقل عن اللي هو بقى فيه. دي كانت توقعات عبد الرحمن دسوقي، توقعات بعض منها توقعت التوقعات في رأس السنة، وجي بعد موت مصطفى درويش وأكد على توقعاته وقال أنا توقعت بكذا كذا بموت مصطفى درويش. وموت برضو ممثلة اللي كانت عاملة رمضان كريم المذيعة اللي ماتت قبل مصطفى درويش، هو دلوقتي بقى أشهر متوقع للي بيشاهد أو بيتابع التوقعات وبيحبها، هو بقى من أشهر المتوقعين بسبب توقعاته اللي صدقت في الفترة الأخيرة، وبدأ ياخد مكان في عالم التوقعات. بنتمنى الخير لجميع مصرنا الحبيبة ولكل الدول العربية، ويا رب يصلح الأحوال كلها بإذن الله. شكرا جدا لاستماع الجميع، رحم الله مصطفى درويش ورحم كل الميتين والأحياء، شكرا جدا لاستماعكم.